بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ
مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان